صباح الخير. ترويقة وعشا وعصرونية وقصة تبريق الزيت ما خلصت بعد. التوقيع على المرسوم لعنة فراعنة شلت الجمهورية والبلد على أبواب مؤتمرات دعم ولقاءات دولية، ونحن بعدنا عالقين بصراع الصلاحيات وصاحب أجمل توقيع. بمعارك الكبار كل الأسلحة مسموحة، الدستور، الطائف، الميثاقية، والستة وستة مكرر، وعلى خط التصعيد مياومين ومن بعدهم أصحاب الشاحنات وهلم مجرة. بغياب المبادرات الحل عنا على طريقة جاك مارتن وليكول ديفان، يعني باللبناني لا غالب ولا مغلوب. ولا تسكير هالملف، ليش ما بيوقع على المرسوم 30 وزير ومعهم 128 نايب وكمان رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين، ومن هلأ لوقتها بحلها ألف حلال. العلاقات بين الرئاسة الأولى والثانية المفروض تكون محكومة بحسن الجوار والمودة والحلف الواحد، ولكن الواقع قايم على قاعدة أنا وخيي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. ومن الخلاف بين الرؤساء بننتقل بتقريرنا إلى خلاف من نوع آخر بحكم الجيرة. وإذا كان المثل اللبناني بيقول أنه الجار للجار، إلا أنه هالمثل لا يطبق على عائلة خضر الرفاعي بطرابلس يلي عم بتعاني بسبب الإهمال وعدم تطبيق القانون. كاميرا أخبار الصباح زارت خضر ببيته وعادت بهالتقرير لزميلتنا رويدة الصفدي. أبو جورج بطرابلس القبة لحين المثل يلي بيقول دور عجار قبل الدار. هذه هربنا منها، كانت غرفة نوم للبنات، هربنا منها ونقلنا على غرفة تانية. صرنا خايفين، عملنا من غرفة لغرفة، صرنا خايفين ما يهبط البيت كله علينا، صرنا خايفين من غرفة لغرفة، صرنا خايفين هلا من البناية كلها. هيدي قعدت نصف قلب العمود ورجع ماشي فاقد خزينة ورايحة لبرا على البلكون. البلكون كمان صورتوه من تحت وشفتوه كيف صور. بس شتي الدنيا، كل ما نقرب على أساطر المي من كهرب. في بيوت عم يعونوا، في بيوت أرحم من بيوت بتصير، وفي بيوت تعيسة مثل حكاية ما تضلتوا شفتوا هون كمان وصورتوا. اليوم الجار إذا ما بيلدع جاره ما بيكون جار، وما بيأذي جاره ما بيكون جار. أنا هيك شايف. أكثر من قصة بيت متصدع ومعرض للانهيار، هي حكاية أم وبي اشتروا حيطان البيت بجنى العمر وبداخله بنوا ذكريات صارت مأساة بعد ما فقدوا ابنهم. فكر بالله يا حبيبي، في الله، الحمد لله، ناطر حتى يجي يسيعني، شغله شغله شغله، روح من إيدي، ما بقى عندي شيء. لأنه صار ذكرياته كلها بهالبيت هون. كيف كان يفوت علي، كيف يطلع، كيف طلع برا شوفه. مات وروح بحرق بقلبي لأنه ما جوزته فيه. هاي الحرقة الكبيرة. روح سافر وقال لي يا أمي تعوي اللي عتعلم، يا أمي تعوي اللي بعنكمل علمه، والحمد لله هي رزقتني. من 2007 سكن الحاج خضر الرفاعي وعائلته بالطابق الأول، ومن وقتها بدأت مشاكل النش مع الطابق الثاني، دعاوي قائمة دون أي نتيجة. أكثر من هيك أذى وضرر، صرت شايل خمية دعوة عليهم. ركضت بالليل وجيت لهون، ركضت لقيت المي نازلة من الشرطون الكهربي بالمطبخ. وين بدي أروح؟ يعني البيت عايز صدى وعايز على الأرض. وين اي محل؟ بدك تحط جنب الكل بدك شيء؟ نعم، ايه بدي اجيب، بدي مع الصحفي بدي نصوروا البيت بس من شان النشش اللي عم بيصير عنا. بعد الشغل، ايه؟ بعد الشغل
تفتح لنا بس نجي نحن ما في هدفه. ما دام انا صار ثلاث ايام مستاجر طفي الكاميرا اذا بتريد. بحثنا عن الجار بالطابق الثاني، ما سمح لنا بالتصوير ورفض الحديث. نقله بس هالكلمة ما نشوف النشش منين إذا بتريد. وقام علينا في الكاميرا بلش يعيط علي وعليكم. من 11 سنة بيحاول الحاج أبو محمد التواصل مع المالكين وأيضا دون أي نتيجة. أنت عم تحكي مع النمرة غلط. أين هذا الحاج خضر؟ عندي بس الاتصال. قال لك مكان صح الله صور غلط من شوية قلت صح. أنا؟ إيه؟ حكيت معي أنا أنت من شوية حكيت. هلا قلت زياد أستاذ زياد قلت صح. هلا صور غلط؟ زياد صح بس البيت غلط. عم تحكي مع واحد ما له علاقة بالبيت. ابن مين أنت؟ ما ابن زياد من ابن زياد الشكل انت من ابوك اسمه سؤال ابن بسالتني سؤال قلت لك لا ليش بتعرف ابن مين انا بفهم لك بدي اعرف لاني انت صاحب البيت لان بدي اعرف صاحب البيت من هو سؤال معين انت ابن فلان قلت لك لا ليش هيك عم تحقق معي بحكي معه قبل هلا شو انا خربان ماني خربان له قبل هلا وحكي معه وقال لي جاي لعندك وما اجى بالوقت يلي احد المالكين رفض الحديث بالموضوع استعدينا للتوجه الى البلديه حتى وصل اتصال للحاج ابو محمد من المالك الاساسي وكانت النهايه على كلمه ان شاء الله خير. الو نعم طيب انا انت يا حبيبي انا والله ما طلعت برا الطريق والله العظيم ما خليت انسان لا اوصل لعندك لا رقمك لا رقم امك لا رقم ابوك هيك كل مره احنا هلا انا وصلت يا اخي انا انا حاحل انا قصرت على بالك لا انا انا ما بدي اسوي شكل بسبب هيك الزلمه خلص انا قلت له حجيب واحد وحلك طيب كيف وصلت لرقمي انت أخي معناته الرقم مظبوط اللي كنا عم نحكي معه طيب خير طيب شكرا نعطي فرصة منها مشكلة نعطي فرصة نتابع حلقتنا على أمل أنه تفرج على كل العيال وكل الناس وإن شاء الله السنة الجديدة بتكون أحسن. منتابع لننتقل إلى جامعة القديس يوسف مع أمسية موسيقية طربية لفرقة المعهد العالي للموسيقى. الأمسية حملت عنوان نور الشرق، أخذت الحضور برحلة إلى زمن الطرب الأصيل وتقرير بيعطينا كل التفاصيل. كيفك انت ان شاء الله بسين مستقبل ايه هذا انا راسي بنيته اختي ايه زلمه كبير بالعمر يا شاب خش الكابتن ايه اوكي نحن بنعتذر طلعت كلمه اليوم مع انه عمه مهضوم كثير بس خلونا نرجع نتابع تقرير والكلمه اليوم نشوفها بعدين الأكسجين اللي هلأ بنتنفسه ونحن بكل أمسية من هالأمسيات بنرجع للزمن الجميل أغاني عبد الوهاب القديمة كتير حلوة أكتر شيء أنا بحبها ما في ولا أغنية مختارة إلا في مكانها والأصوات كلها أصوات جيدة لأنه هالألحان هيدي وهالأغاني هيدي ما بتموت أبدا يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني
رجعت بالزمن إلى الفن الأصيل، فأطربت الجمهور بأعزب الموسيقى وأنقى الأصوات وأجمل الكلمات. آلات موسيقية شرقية حضرت على المسرح، أغاني من الخمسينات الستينات والسبعينات، وحضور ملأ المسرح للاستمتاع لمدة ساعة ونصف مع مجموعة نور الشرق طرب أصيل. نتاج مرحلة 50-60 سنة منحيه، وضروري أنه نحن نعشق هالشيء ونحضره. نحن جيلنا اللي بيقدر هالشيء، تربينا معهم وبنقدر هالشيء طبعا. القلب يعشق كل جميل، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. كل شيء في فن طرب وأصالة ورقي كل الناس بتعشقه. يا ريت بنسمع هيك موسيقى راقية وحلوة غير ما عم نسمع يعني. عمل تقيل بامتياز طربي، ولكن نحن راعينا بترتيب الأعمال انسياب لحني معين يقدروا الناس يتلقنوا بكل سهولة. اليوم الهدف من الموضوع انه إعادة احياء، يعني احياء شو؟ يعني العالم ترجع تسمع صوت القانون، ترجع تسمع صوت الناي، الايقاعات الشرقيه يلي نحن اساسا 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 هذا اساس موسيقتنا واساس تراثنا. على مسرح بيير أبو خاطر جامعة القديس يوسف لبى الحضور دعوة المعهد الوطني العالي للموسيقى لأراد من هالأمسية استرجاع حقبة من الزمن حملت الهوية الشرقية للموسيقى بأجمل الموشحات والقصائد والأعمال القديمة من القوالب الموسيقية العربية. اللي عم اقول لك اياهم اشتاقوا العالم لكل اغاني الحلوه. هلا رح تسمعي وتشوفي انه البرنامج كله فيه اغاني حلوه، اغاني الناس بتحبها بس ما عم بيسمعون اياها. العالم اشتاقه تاخذ هالفسحه اللي من خلالها بيساعد زمن تنسى واقعها، وبتروح العالم كثير حلو، لعالم جميل، لعالم الجمال. وهالحفلات مش بس انه عملنا حفله موسيقى، لا بالعكس نبشنا على اشياء، طلعنا اشياء رجعناها للحياه، وبعدين في تأليف كمان لأنه قسم منهم كمان في أشياء مؤلفة، وهذا شغل كتير حلو يعني نحن منشوف حالنا فيهم للشباب. مجرد انه يكون في موسيقى وغنى وهيدا يعني معناتها الجو كتير حلو. هذا الفن يلي متشوقين له كتير لنشوفه ونرجع ايام زمان. كتير بحاجة لهيك فرق تحافظ وتطور وتجدد وتنقل هالفن هيدا للأجيال القادمة. رح نرجع هلأ للكلمة اللي كنا عم نشوفها من شوي، كلمة تقرير كلمة تقرير بريك ونرجع. كيفك
كيفك انت ان شاء الله فلسطين مستقبل ايه هذا انا راسي بنيطه ايه زلمه كبير بالعمر يا شاب خش الكابتن ايه بدك تحكي الواحد بدك تحكي اختيار مين ما بيحن الماضي مين ما بيحن الماضي يا ريت الشباب يعودوا يوما ولا لا بحط ابوها وهلا بحطه بالبيت او بقعد بالبيت بحد العبايه عليه ايه عمره من 56 كنت نلبس طقم مع صدرية كنا نلبس نحد عدد الدخان لوكي بجيبتنا هون و500 نمشي نعمل هيك يا شوف انا عم نشرب دخان يومتها ما مثل اليوم مين كان يشرب لوكي يشرب لوكي مثل الجمهورية مثل الدرزاء او راي او شخص يكون يعني مقتدر لوكي ال اس كمان عادي وفي في فرته في بلا فرته هيا شتيت هيا والله ما خلينا نشيله ورا منا اللي ما عملناه الله يعفي عنا هلا الحمد لله جوزنا الاولاد وجن صرنا نمتع العكايزه مين ما بيحن مين ما بيحن ما بعد امريكا يا ليت الشباب يعودوا يوما بتذكر كنا نروح العرس وين في دبكه وين في عرس وين كذا وين في فرح نركض كنا نحط البريق هون ونقعد البريق مال العزيز البريق العزيز كنا نحط على راسنا ونرقص حبوبه يا حبوبه عذبه ولا مكتوبه كنك عذبه حسابي وكنك مكتوبه التوبه مضمنا هون مضمنا من تركيا مضمتي من الاسكندرون الحمد لله جوادنا ولدنا وجو الحمد لله بعدنا ما انا ابي الله يرحمه جبنا من هنيك راح لهنيك ما كان من اول ياخذوا هاي البنت والله انت مثلا من كان ياخذوا لبعضهم على محبه على احترام على القيمه والله فلان روح سال امه سال عنا امه فلان ابن فلان فلان مثلا نفترض ما تعطوه فلان اعطوه حبيته وحبيته في عنا مثل بيقول اذا حبيته بحب جيرانه وذكرهته بكره الدنيا عشانه دبت له عيوني يا عيوني بالاول ما كان في حلو ولا ما حلو خلص الاب هلا له خلص ما كان في مثل اليوم معلوم تقبرني بحلاها وغنجك وغنجك ابوك خدين وخدوك يا بتعبت معي وتعبت معي وسهرت معي وسهرت علي بدي عبى غصبا عن ما بيقبل هلا بقول له هلا اتغدى هلا تعبريني جيبي لي اكل جعد جعد عند الجيران باكل كل شيء باكل انه في مثل بيقولوا كان يقولوا حب حبيبك لو كان عبد اسود حبيته كانت سمراء كانت حلوه وانا من يوم ما اروح اشوف صورتي كنا نتغاسى ونشوف دي اجى حكمه دي اجى ابو عدنان دي اجى كنا اذا في عرس على النهر نروح على النهر كان اول ما كان في غير هون على البحر وعلى الروشه وعلى ما كان مثل اليوم اول مره اخذتها قلت لها ما اجى شو قلت لها بس شيب انه حنا جي حايق على تركيا اخذتها على تركيا قعدنا بميرسي باسكندرون بديربكر بعنتاب بمسك ايدها وبمسك عيونها لكن جاي بتراجع عليها بحب كنت سافر حب السفر كل جمعة كل شهر كنت روح مرتين تيجي على حلب روح يا سبت الظهر اجي الاحد عشية محمل هالشراشيب هالكعك الحلبي هالزعتر سبع كرات اشتغلت سنجري واشتغلت خياط واشتغلت نجار واشتغلت انا بعرف ما قالوا طبيب الحب ما قالوا طبيب بيدك حبيتني وراح وديتني وين المحبة ما عطي منه طبيب حبك يا حبيبتي تعبريني بعشي ما بعد منك راح تبعضينا حبيتها حبتني وأشرب العرق أوعدتني يا ريت ما أشفتها ولا شفت حبها أحد ايش ما بعد منك ما يطلع أبعدنين من هون عندها هي بيتي هون وين البنية دلع شوف دلع بحطها بعيون هي دلع فطوا تحزنوني فبونا نبنوني هل بتقول مع مين كنت ولا حد وين جيد لما كنت أعمل غرة وأعمل التعب ما في منها اليوم ما في غرة لا غرة ها ما في غرة لا في غرة كلمة اليوم حب الوحيد روح الله يطور عمري كشف الخاتك يا رب بد ما جبعتي خاطري